حمى الضنك أو حمى تكسير العظام، أسماء قد نجدها متعددة ومختلفة من حيث التركيب البنيوي لهذا الوباء، ولكنها في المجمل تعبر عن معاناة واحدة أصبحت تجتاح العديد من المحافظات اليمنية. شبوة هي الأولى التي أصبح هذا الفيروس ينخر في عظام أبنائها، ويبدو أن النقص الحاد في المستلزمات الطبية والأدوية لا تزال تمثل عاملا مهما في زيادة معدلات الإصابة بهذا المرض. الشباب، الأطفال والنساء جميعهم معرضون لخطر واحد، هو الوباء الأكثر فتكا في هذه المحافظة. فقد تظهر الحالة المرضية خفيفة على وجوه هؤلاء، لكن الألم بداخلهم أشد مما تعبر عنه الصورة. مكتب الصحة والسكان في ذات المحافظة أعلن عن إصابة 210 حالات في مديرية مرخة، بينها 9 حالات نزيف دخلت في مراحل متقدمة من المرض. وفي الأسبوع الماضي أعلنت مديرية بيحان المحاصرة من قبل الميليشيا منطقة منكوبة صحيا بعد تزايد الوفيات والحالات المصابة، حيث بلغت 12 حالة وفاة ونحو 900 حالة إصابة. إذن لا تزال محافظة شبوة تعاني من ثنائية الإهمال والحصار الذي طال، ولا يبدو أن ثمة من يسمع لهذه الأصوات التي تناشد دون استجابة.